ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين، وعلى المدى الطويل يتحدد مقدار الضغط بكمية الدم التي يضخها القلب وحجم مقاومة الشرايين لقوة تدفق جريان الدم. ويعد ارتفاع ضغط الدم عموما مرض يتطور على مدى السنوات، ولكن بالإمكان اكتشاف ارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر للسيطرة عليه. وهنالك قوتان تظهر عند قياس الضغط. القوة الأولى تسمى الضغط الانقباضي، وهي القوة التي يضخ القلب بها الدم إلى جميع أنحاء الجسم. القوة الثانية قوة الضغط الانبساطي، وهو ضغط الدم الذي يحدث بين نبضات القلب. وهذا جدول يمثل طريقة قراءة الضغط. السبب إن الطريقة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم هو زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية، مما يجعله تعمل بأكبر جهد وأقل كفاءة. هنالك سببان: سبب ثانوي أو سبب ابتدائي. سبب ابتدائي هو الأكثر شيوعا، ارتفاع ضغط الدم الناتج عن أسباب ثانوية: بعض مشاكل الكلى، مشاكل في الغدة الدرقية، توقف التنفس أثناء النوم، عبء خلقي في الأوعية الدموية مثل الولادة، بعض أنواع الأدوية. عوامل الخطورة: الوراثة، التقدم في العمر، الجنس، السمنة، التدخين، الضغوط النفسية، نمط غذائي غير صحي وذلك بالإكثار من الملح، الأمراض المزمنة مثل داء السكري وغيره، نمط الحياة الخامل وعدم ممارسة النشاط البدني. الأعراض: معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يكون لديهم أي علامات أو أعراض حتى لو كان مستوى قراءة ضغط الدم عالية الخطورة، لكن قد يعاني البعض من صداع، ضيق في التنفس، نزيف في الأنف، لكن هذه العلامات ليست ضرورية الظهور. متى تجب رؤية الطبيب؟ عند إجراء فحص روتيني مرة كل سنتين على الأقل ابتداء من سن 18 وعند وجود عوامل خطورة أو أعراض. المضاعفات: تمدد الأوعية الدموية، السكتة الدماغية، فشل القلب، الذبحة الصدرية، الفشل الكلوي، فقدان البصر، العجز الجنسي، مرض الشرايين الطرفية، مشاكل في الذاكرة والتركيز. العلاج: بناء على التشخيص سيتم وضع خطة علاج التي تشمل تغير في نمط الحياة مثل ممارسة النشاط البدني، اتباع نظام غذائي صحي، الأدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم. الوقاية: إن نمط الحياة الصحي من أهم سبل الوقاية والتحكم في مستوى ضغط الدم، حيث يشمل ممارسة النشاط البدني، محافظة على الوزن الصحي، اتباع نظام غذائي، سيطرة على القلق، الامتناع عن التدخين، التقليل من تناول الكافيين.